يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. كيف الإنسان يصد عن هذا؟ كيف الإنسان يصد عن هذا وينام؟ ماذا يستفيد من النوم؟ كيف يغفل ويلهو مع الفضائيات ومع الإنترنت ويجلس مأسورا لا يتحرك، شاخص البصر، شاخص البصر لا يتحرك مع هذه، مع هذا السلم الخبيث، ولا يمل ولا يتعب ويعرض عن ربه سبحانه وتعالى، يعرض عن هذا الخير الكثير الذي هو بحاجة إليه، هو بأشد الحاجة إليه، فإنه لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين. فكيف يعرض الإنسان عن هذا ولا ينتبه له، أو يذهب مذهب الجهمية والمعتزلة ولا شاعرة فيكذب، والعياذ بالله، هذا أشد، أن يكذب بهذا النزول وينفيه ويتهاون به، هذا أشد من الذي يعرض ولا ينفيه، لكن يعرض ولا يتنبه له. لو أن وقتا من الأوقات فيه توزيع نقود، توزيع دراهم، أو إن وقت من الأوقات فيه فتح مساهمة، فيه فتح مساهمة في شركة أو في، والناس يرجون فيها الربح، ماذا ترون الناس ماذا يصنعون؟ أليس يتغامرون؟ وحدث أن قتل بعضهم بعضا من الزحام لطلب الدنيا الفانية التي قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت ربما تكون شرا وبلاء على صاحبها، وربما يكون هذا وربما تكون هذه المساهمة أنها حرام ويدخلها الربا ويدخلها، فهي كسب خبيث، ومع هذا يتغامرون عليها، ربما تكون من الميسر والقمار، ومع هذا يتغامرون عليها ويقتتلون عندها، ويجون مبكرين، يجون مبكرين قبل الناس في زمن، لأجل كل واحد يصير قريب من محل العرض ولا يكون بعيد. إذا كان هذا في أمر الدنيا، فكيف يعرض عن أمر الآخرة؟ الذي ما يحتاج له إلى، ما يحتاج له إلى مزحام، ولا يحتاج له إلى، ومضمون، مضمون الخير ما فيه غائلة ولا فيه، مضمون خير محض، ولا فيه زحام ولا فيه منافسات ولا فيه، ولا فيه أصوات ولا فيه مغالبات، كيف الإنسان يعرض عن هذا؟ إنها تجي إلى الميت وفي قبره وتصعد إلى السماء روح المؤمن، وهو إلى الشر أقرب في هذا الزمان الذي أصبح كثير من الناس لا يبالي بالحلال والحرام، الشر والفتنة عظيمة بالأموال الآن، مع هذا يتقاتل الناس عليها، وأما الفرص مع الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين الذي لا تستغني عنه طرفة عين، كيف تغفل عن هذه الفرصة التي فتحها الله لك؟ لم يطلب منك أنك تسهر الليل كله، آخر الليل، آخر الليل قبل الفجر، قبيل الفجر، لو ما تقوم إلا قبيل الفجر بدقائق تشهد هذا المشهد العظيم، وإذا بكرت فهو أفضل، فكيف تفوت هذه الفرصة العظيمة، تغفل عنها وربما لا تدركها في المستقبل، ربما يكون هذا آخر حياتك ولا تدركها في المستقبل، فما دمت في زمن الإمكان وما دمت غير مشغول فارغ، فكيف تضيع هذه الفرصة العظيمة؟ نعم.